يعني تأهل لشباب الوزد، هذا مؤكد، لأنه شباب بدأ بانتصار خارج القواعد وخسر مرتين. يعني التعادل ما شك فيه، حتى وانه المباراه يعني ما قبل الاخيره راح تكون بالجزائر امام الزمالك. يعني بالوزداد مطالب انه يدي 6 بوان 9 بوان ونشوفوا لي زوتر ريزولتا، واسكو راه في مامن، اسكو يسحق ان بوان في تونس. جاسبير يعني يكون في منأى انه يبحث على نتيجه في تونس. وصارت اون فوا يعني صار ماتش جو بونس نسيت الكلوب جو بونس سيربي اللي دار ماتش في تونس بنفس الطريقه جو بونس. لا مش في ترافيك. جو بونس مي جاسبير ما نلحقوش لا المولوديه، سي المولوديه دالجي جو بونس، المولوديه دالجي صافي سنوات. في النهايه كنت نتكلموا على الكوكي بغض النظر عن الانتقادات، انا مانيش مدرب ولكن تكلمنا على حاله الاستقرار. شامبيونا يروح مدرب، شامبيونا يروح مدرب، شامبيونا يروح مدرب. كاع طاقم فني. اي كل الطاقم. صافي كالكو جور 3-4 جور اون سومان الناس تكلمت، راح بالحاج مادار البي دي جي تاع مادار نحى محمد بالحاج. مادار هي الملك لاسهم شباب الوزداد، يعني شركه شباب الوزداد، والبي دي جي اللي هو الشخص الطبيعي اللي يمثل شباب مادار مثل التفويض بالحاجة عاود سحبوا منه اطور ريزو. هذا حديث اخر، عنده الحق ما عندوش الحق حديث اخر، ولكن هناك من قال انه ما نديروش تغيير اداري وحنا في منتصف البطوله وعندنا دي زوبجيكتيف. لماذا اليوم نطالبوا بتغيير في الطاقم الفني وانت راك اون بلان دودون، يعني مازالك في زوبجيكتيف تاعك وعندك دي ماتش؟ هذا امر غير طبيعي، سورتو كو لو ميركاتو كيما قلت شيخ كان معطيني انه سرحوا مهاجمين وما جابوش مهاجم. في النهايه تكلموا على رفيق على البلافونمون، تكلموا على البلافونمون، هما تكلموا على البلافون تاع 200 مليون 2 مليون دينار. انا في الطرح تقدر تقول لي وي حنايا شباب الوزداد فريق كبير نلعبوا لا تشامبيونز ليغ، من المفروض نجيبوا ما نديروش ان بلافونمون، هذه يهضروا على شرف الدين ما نديروش ان بلافونمون. وي شو انتيرمون داكور، بصح فيها 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 خلفيه، لانه من قبل كان هناك حديث على انه صرفوا مدار 600 مليار في هذاك السمعنا، كان يقولوا هناك من يقول جو سي با 600 مليار في اربع مواسم، اربع مواسم إيه؟ كي تحسب انت اربع مواسم 100 مليار تقسمها 100 مليار 100 مليار مولودة كانوا يصرفوهم، وكان مرتين على الاقل شباب الوزداد دا القاب دا القاب وخلص الدين اتونسيون خلص الدين تاع لي زونسيان جوار لي زونسيان كي بداو الناس تنسى سلك ما سلك من الحبطه وداو كوب دالجيري وهذا طلعوا شامبيونا افون الشركه الناس كانت تبكي يجيبوا لنا الشركه يجيبوا الشركه اللي يقول لك علاش تصرف انا ما قدرتش تدخل في راسي لانه اللي قال بلي 600 مليار وسوقها على اساس فضيحه وصرفوا بزاف سي لي مام يقول لك علاش ما تخلوناش نجيبوا ان اتاكو يفوت 200 مليون كاين تناقض اسكو لازم نصرفوا بزاف ولا لازم نصرفوا شويه جو بونس من يغذي الحديد كاين عند الناس عندها 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 مصالح عندها مصالح باش تتكلم على هذا الشيء ولكن في نهايه في نهايه الامر لو ريكريتمون اللي ندار اللي ندار كان فو كاين بوكو جوار صرفوا عليهم اموال فايته 200 مليون كاين دي جوار ما مشي يلعبوا ما لعبوش يدو قريب 400 مليون في الشهر كل عام كل عام.